هي الفكرة ان احنا كأمهات وأبهات في الغالب بنستسهل ان احنا ما طفل يقول سؤال ان احنا نرد عليه. انا شايفة ان الإجابات دي هي اللي بتكون شخصية الطفل، هي اللي بتبني ضميره، هي اللي بتشكل وجدانه. فأنا شايفة ان احنا مهم جدا فكرة التواصل بيننا كأهل وبين الأطفال. أيوه. بالنسبة لهم احنا حلقة الوصل بينهم وبين الكون، فلو احنا ما جاوبناش في غيرنا هيجاوب بطريقة غلط او هيفضلوا دايما حاسين ان هم مش فاهمين. في اسئله كتير بتبقى مش مناسبه لسن الطفل، طيب ازاي نجاوب عليها بشكل ما يشتتش تفكيرهم او يبقى مناسب لسنهم. فانا ما قريت وسالت دكاتره، منهم اللي بوجه له كل التحيه دايما دكتور ايهاب عيد، يعني قال لي انه كل طفل كل مرحله ليها طريقه في الرد على الاسئله. في السن الصغير اللي هو 3 سنين 4 سنين غير خالص السن اللي هو من 6 سنين، من 5 6 كده لغايه 8، غير بعد كده السن اللي هو اكبر من كده له طريقه تانية في الرد. السن الصغير احنا بنحاول ان احنا نختصر شويه الاجابات، يعني لما يسالنا فين ربنا نقول له ربنا موجود وشايفك ودايما هو اللي بيحافظ عليك وهو اللي خلقك هو اللي خلق عينيك، هو دايما الحواس اللي هو هيفهمها يعني، وبنختصر شويه في الرد. اي اسئله خاصه بالغيبيات عموما قبل سن ست سنين ده خطر جدا ان احنا نسترسل فيها مع الولاد. طبعا ناس كتير للاسف بيفضلوا يتكلموا عن الجنه والنار في سن صغير، ده مش صح. يعني الترهيب في السن ده هيفهمهم الدين مهما كان الدين ايه، ايا كان الدين ده يعني بيفهمه لهم بشكل منفر جدا. فكره ان احنا نتكلم عن الجنه والنار. طب يتكلموا ازاي؟ ما يتكلموا عن الخير والشر مثلا؟ الخير والشر، انه في حاجه اسمها ثواب وعقاب، بس بلاش النار وبلاش نتكلم بحاجات تخوف الولاد. يعني احنا بنعبد ربنا على شيء، وهو خلقنا ليه؟ خلقنا عشان بيحبنا. وبنعبده ليه؟ عشان بنحبه. احنا ما بنعبدوش عشان خاطر ندخل الجنه او عشان خايفين من النار. طب ادينا مثال كده. الاساس في كده. مثال يا مي، يعني انا مثلا طفل النهارده جيت بقول لك ايه؟ جيت بقول لك انا مامي مثلا انا النهارده حد قال لي بلاش تعمل كده علشان لو عملت شايف النار مثلا اللي في البوتاجاز دي، لو عملت الغلط ده كده انت ممكن تدخل النار. في ناس بتعمل كده والاطفال بتبقى دايما عندها حاله من الخوف من ده، وحصل من ده. ده غلط، انا بشوف ان ده غلط جدا. لانه ده بيعمل يعني حاجه منفره جدا، والترهيب بشكل مبالغ فيه قبل سن ست سنين كمان بالذات نتكلم عن الغيبيات ده حاجه غلط جدا. فده مش صح تماما ان احنا نعمله مع الولاد. انت عايز تبني عقيده سليمه وعايز تبني انسان سوي نفسيا وطفل يبقى بيتمتع بطفوله سعيده، اقل حقوقه ان احنا نرد على اسئلته بشكل يعني ما نخوفهوش. يعني مثلا في امهات يبقوا عايزين يتكلموا على موضوع التحرش بالاطفال، عايزين يخلوا ولادهم يحافظوا على نفسهم، وفي ده عملنا فيه حدوته على فكره، انه ازاي الطفل يبقى محترم خصوصياته، عارف ان له مساحته الخاصه ما فيهاش حد يقرب، يبقى فاهم ان دي حاجته الخاصه، مش بشكل ان احنا نخوفه ونقول له انه في ناس اشرار وناس هيأذوك ازاي، مش بشكل اللي يخوف. قولي لنا الحدوته دي علشان الامهات يحكوها للاطفال، قولي لنا مش كانك بتحكي حدوته، يعني قولي لهم محتوى الحدوته، اما يجوا يحكوها لهم يحكوا لهم ازاي؟ لان احنا يعني حاجه مؤذيه جدا انه يبقى فيه تحرش للاطفال وزايد. النهارده الامهات ما بتبقاش عارفه تقول ايه، فبتقول له خد بالك يا حبيبي ما ينفعش حد مثلا يعمل كذا، ما ينفعش حد يعمل كذا، بس انت لو حد تحت سن الست سنين تقولي للام والاب احكي لهم قولي لهم ايه الحدوته، لان ده اللي هم عايزين يسمعوه. انا شايفه انه الحدوته كان الاساس فيها ان احنا بنلعب على حاجتين، اولا ان احنا الطفل نعلمه ازاي انه اي حاجه تحصل له بره ما يخافش ابدا ابدا انه يقولها لبابا ومامته. دي نقطه مهمه، فكره ان يبقى في ثقه دي بينا. في امهات بيقابلوا دايما الولاد بعنف وبطريقه فيها زعيق لاي حاجه اي غلط يعملوه، فالطفل بيخاف، في حاجز اتبنى. اول حاجه تكسري الحاجز، يبقى في صداقه بينك وبين ابنك او بينك وبين بنتك، دي مهمه جدا. فهو هيجي يقول لك اي حاجه تحصل. تاني حاجه ازاي بقى تحمي نفسك، لازم يبقى عارف ان احنا كلنا مختلفين وانه مش كل الناس كويسين، في ناس مؤذيه طيب بس في ناس كمان كويسه، يعني ناكد على الفكره دي انه مش العالم كله ولا العالم ناس كله ناس حلوه قوي ولا العالم شر. التوازن. اوكي طيب احنا نعمل ايه؟ لازم تبقى عارف انه ما ينفعش حد غير بابا وماما لا يبوسك ولا يحضنك ولا يشيلك على رجله ولا يقرب منك بشكل زياده عن اللزوم، لان ده مش صح، دي مساحتك الخاصه. بس ما بنلعب على دي مش اوفر شويه، لان ممكن يبقى عمته وعمه يعني الحاجات دي كلها. هو ده مش صح برضه، مش صح خالص. هو لازم يبقى عارف ان له مساحته الخاصه
وانه محدش ابدا يقتحم المساحه الخاصه دي ولا حد يقرب منه زياده في سن صغير. ده مهم جدا على فكره. بس يا مي عادي يعني انا بتناقش معاكي كاني قاعد معاكي كانك انت بنت خالتي. عادي جدا ان انا خالتي مثلا اما تيجي وانا صغير خاله بتحضن ابن اختها او كده. فالنهارده لما نعلم طفل نقول له لا عمك او عمتك اما تيجي يعني ما هو برضه هتبقى شويه منفره للعيله لما يجي ابن اختهم يسلم عليهم يقول لهم لا انا بابي او مامي او بابا او ماما قالوا لي بلاش ابوس عمي. احنا بنربي فيه ايه في الاول في السن الصغير؟ يعني اول حاجه ان انت لازم تبقى مش فاتحها كده اي حد هتسلم عليه وتبوسه وتحضنه. هو الفكره انه فعلا في بلاش ان بلاش اللي هو الوسط بتاعك انت. بس في ناس تانية، في ناس مرضى يا حسام، يعني في ناس اتعرضوا للتحرش من ناس قريبين منهم، ده حقيقه. فاحنا بقينا بنخاف جدا على الولاد بصراحه، يعني بقى لازم ان احنا حد يبقى مصدر ثقه جدا جدا بالنسبه لهم، هو اللي يعني يقرب من الولد بشكل يعني معين. يعني انت يوم ما بتيجي تتكلمي في المطلق على علن في التلفزيون في حاجه كده بتقولي يا جماعه خلي يبقى عند يعني الناس اللي احنا عندنا فيهم ثقه او اصحاب بابا وماما القريبين اللي بيجوا لنا او كده على قد ما نقدر. وده مش كلامي انا، ده كلام الدكاتره، انه لازم دلوقتي بقينا بنشوف حوادث صعبه شويه حتى لو استثناءات بس صعبه. بس انا اخاف انه حاجه زي دي، على فكره انا معاكي جدا بس بتناقش، بس انا اخاف حاجه زي دي ممكن تربي عند الطفل الجفاء او ما يبقاش فيه بقى صله رحم، ان هو النهارده بيعامل الناس بطريقه منفره. فجيفن اللي انت بتقوليه وجيفن اللي انا بقوله علشان نبقى في حته في النص، ممكن وانت طبعا انت اللي تصلحي لي، وممكن الاهالي تقول لهم الناس القريبه اللي هم كذا وكذا اي حد بعيد ما تعرفوش احنا ما نعرفوش بلاش يقرب بلاش يبوس بلاش يحضن بلاش كده. معايا ولا معاك؟ جدا معايا. يبقى احنا كده اتفقنا ان احنا نوصل في حته وسط، ولا يبقى فيه جفاء قوي ولا في نفس الوقت يبقى فيه مفتوح على البحر وخليك لذيذ مع كل الناس وادخل سلم على كل الناس، لان احنا مش عارفين ده ممكن يسبب ايه. صح. كملي. بس احنا بنعلمه انه فكره انه مش لازم يفضل يسلم بالطريقه دي، مش لازم تحضن وتبوس، ده مش صح. يعني دي حاجه لازم يحترم مساحته الشخصيه. دي مهمه جدا في سن صغير، بعد كده لما هيكبر بيتعرض كتير لمواقف يعني ممكن مش ظريفه. فصدقني دي حاجة لما الطفل يتربى عليها بيبقى عارف انه ده مش صح، مش لازم يدخل على كل الناس يسلم ويبوس ويحضن، ده مش صح خالص على فكرة، مش حاجة صح تماما ولا حتى صحيا، يعني نقل العدوى نقل الفيروسات، مش دي احسن طريقة يعني. اوكي. بس يعني مهم جدا ان احنا كنا نفهمهم ان الطفل له مساحته الخاصة، مينفعش حد ابدا يعني يشوفه وهو بيغير هدومه مثلا. لو هو في النادي بنشوف ساعات امهات يسيبوا ولادهم وباب البروفه مفتوح وعادي جدا بيغير هدومه قدام الناس، ده قدر غلط جدا. فالطفل ازاي يحترم مساحته الخاصه انه محدش يشوفه حتى القريبين منه، يبقى فاهم ده من غير عقد على فكره ومن غير يعني افواره، بس انا بشوف ان ده صح، ان يبقى عارف ان دي مساحته الخاصه. وانا بشوف ان ده صح، وانا بشوف ده صح. انه حتى البنت مره كنت مسافر كده فلقيت بنت صغيره المايو اتقلع منها، بنت صغيره قوي، فهي قامت عامله بنت صغيره جدا يا مي، قامت حاطه ايديها كده على نفسها وقالت لها مامي في بويز، ما ينفعش افضل واقفه كده. فهي فعلا حسيت ان هي مامتها معلماها بالظبط انه ما ينفعش حاجات معينه، انك انت لما بتزرعي فيها الموضوع مش هيبقى على البحر يعني. صح.